صاقع خلاص يا اخويا ما استعليتش زعلاني خفيت خطوة ما اتدبتش طيب بقى عملت اللقطة واتنجمت وعشان من الاول فهمتك فانا برجولة انا عمشتك ماشي بالهجم بعوجها يديكوا فوق عم انت سمعوس عالسقف. في طول مصر وعرضها شوارع مترامية ممتلئة بشباب يبحثون عن النجاح السريع، بعضهم يفوته القطار وتصبح أحلامه محض سراب. خمس سنوات فقط كانت كفيلة بتغيير المزاج العام الذي دفع الراب إلى الصدارة، حيث شهدت مصر مؤخراً ازدهاراً غير مسبوق في انتشار موسيقى الراب التي تمكنت من استقطاب ملايين من الشباب المصري، الأمر الذي عكسته الأرقام المليونية للمشاهدات على منصات الموسيقى العالمية. احنا في نتفليكس في القيظان بتاعنا. ام تاون مافيا مجموعة شباب وضعوا قواعد جديدة هدفها النجاح الجماعي عوضاً عن التميز الفردي، وبتلك الخطة تمكنوا من اقتحام الساحة الفنية وحجزوا مقعداً في الصفوف الأولى بها من خلال موسيقى دريل المنبثقة عن الراب ليكونوا شريحة عريضة من الجمهور. متوقع حاجة معينة؟ متوقع ان لو اللي في دماغ خالد ابراهيم مشي صح كده كده هتطلع حاجة جامدة. كنا عارفين ان دوت هنوصل له بس كنا متوقعين كل حاجه بعدها بسنه، لسه قدام بسنه، احنا عملناها بدري بس الحمد لله. طلع من حجم الموضوع بس كده كنا عارفين ان هو يعني ممكن مثلا كنا متوقعين ان ما تبقاش بالكبر ده او بالانتشار دوت، بس كنا متوقعين الانتشار كنا متاكدين منه. بنقعد نتعب وفجاه اللي هو بنلاقي المكافاه طلعت لنا، فانا ببقى قاعد مبسوط ومتفاجئ. يعني اللي هو انا ساعات ما ببقاش عارف ان انا بجد وصلت لكده، يعني ساعات ببقى اللي هو ياه انا بجد خلاص دلوقتي مثلا اللي هو بقيت قاعد في كرفان ومستني التصوير. اكيد ده مش عن طريق ام تاون مافيا انتشر مؤخرا فن الدريل في شوارع مصر، ولاقت كلماته عنيفة الطابع رواجا كبيرا بين الشباب بمختلف اعماره. بس انا عشان اول فيديو كليب ليا فانا خايف شويه، الموضوع بالنسبه لي مرعب حبتين. ام تاون مافيا مجموعة شباب صنعوا من فن الدريل حبلا ليتسلقوا به هرم الشهرة، كما أن لها في تكوينها قصة مثيرة للاهتمام. إحنا مميزين عشان إحنا مش بني آدم واحد بس، إحنا بنتحرك كبني آدم واحد، إحنا فوق 60 بني آدم من كل الديسيبلينز أو كل الفنون اللي أنا محتاجها عشان أشتغل، يعني من برودوسرز المغنيين لمانجرز لفريق إنتاج فيديو كامل هو استقل بذاته بقى برودكشن هاوس، بقينا بنشتغل لناس بره عن بره حتى عن الفنانين بتوعنا. فاهم طبعا مافيا مخلينا مميزين عشان احنا مع بعض، لان احنا مش هنقدر نتخطى اي تحديات غير لما نبقى مع بعض. ما ينفعش ارتست يتخطى تحدي زي تحدي الوقت او تحدي الانتاج وهو لوحده. بس جميل وانا نفسي الصلح واخلص المجال بالشمع مع اللي بيجي والسمعه بنسبق على السليم، لو قلنا بنسدق مقطعين بطريقنا وسكه معلمين على جهتك من مخليكوا تعيشوا على صيتنا وجاي عشان لعبتنا ومطلعين اشبال على ايدنا مقطعين فتخاف تقابلنا فبلاش تقس وخاف على نفسك ابطال جيتكم معايا مش واكله صدقني لو هيقلك هاتلك لو قضيتها شحينه على مهل وخليق الخلق انا وشي الوش سندال وخطوه لورا ما بجيبش ولو على موش فانا ما بجلونش وما بمحرش وما بمحرش. حاول فريق مهمة خاصة التعمق في الأمر غير مكتفين بحكايات الجمهور عن نجوم الراب وقصص صعودهم. الراب هو جزء من الهيب هوب، الهيب هوب هو الكلمة الأشمل اللي هو الثقافة نفسها اللي حوالين النوع الموسيقي ده.
كان حي المعادي شاهداً على صعود عدد من فرق الراب ونجومه، وهناك أيضاً كان الرابر يوسف بيش الذي عاد من أمريكا خصيصاً لرصد تطور مشهد الراب في مصر وكيف أصبح مهيمناً على المشهد. هو أنا في 2019 قدمت على دكتوراه في المجال ده، في مجال اسمه ميوزيكولوجي اللي هو علاقة المزيكا بالثقافة وبحاجات زي الكلاس والجندر والتاريخ وكده. والبحث بتاعي كان عن سين الهيب هوب والمهرجان في مصر. دي رابع سنة ليا في البروجرام ده، بقيت 3 سنين في نيويورك ولسه جاي السنة دي مستقر بقى هنا علشان أركز على موضوع المزيكا في كاريري أنا شخصياً، حد بقى المزيكا وعلى العمل الميداني اللي عايز أعمله عشان أقفل رسالتي. يعني هو صعب الواحد يقول نقطة معينة فاصلة الموضوع دخل فيها مصر، بس يعني معظم الناس بتتكلم على أواخر التسعينات، حاجات زي واي كرو وبعدها بشوية الام تي ام وإيجراب سكول وكده. أنا في الأول كان مثلا الناس طريقة معالجتها للغة فكرة إن احنا بنراب بالعربي كان بتبقى متأمريكا جدا، اللي هو احنا بنشوف طريقة السبيت والفلوهات بتاعت ناس برا وبنحاول نتكلم كده يا صاحبي مش عارف ايه برا برا، واللي هو تحس إن هو الموضوع كان لسه في الحته دي. طبعا ده ساعتها كان ليه دور ومؤثر وكل حاجه، بس بعد شويه ابتدت الناس تخش لا احنا بنتكلم عادي زي الشباب العاديين. حصل زي ام تي ام اللي هو الموضوع بقى بوب شويه، الاغاني دي انتشرت على البلوتوث، الناس دي اتسمعت بقى في فيديو كليب الامي مسافره، كان كده اول لقطه كده صغيره مين ستريم للراب. رحت جبت الميكروفون ووصلته وقعدت اغني امي مسافره وهعمل حفله، كانت شفره لجيل كامل، أغنية لثلاثة شباب تتردد في حفلات الجامعات، الأفراح الشعبية، يتداولها الأصدقاء على الهواتف المحمولة. رافقنا يوسف في رحلته. بحثنا عن MTM بعد 20 عاماً من إصدار أغنية أم مسافرة التي كانت بمثابة الفتيل الذي أشعل فن الراب في مصر، فلم نجد إلا مايكي الذي روى لنا كواليس البداية المبهرة. احنا كنا اول ناس طلعنا زمان، احنا خدنا كنا في وش المدفع، كل الانتقادات كانت علينا، سواء كنوع مزيكا سواء ككلام سواء في كل حاجة، في شكلنا في كل حاجة، كان انتقادات يعني نون ستوب، فاهم؟ قبل نحو 20 عاماً كانت كلمة الراب غريبة يستخدمها البعض كدليل على الاطلاع الواسع، وآخرون اعتبروها مجرد فن ساخر يمزج الموسيقى بكلام يقال في أحاديث الأصدقاء. احنا طبعا احنا يعتبر اول حاجه نزلت كلينا كانت الناس شافتها كانت 2003 2004، اللي كانت اغنيه امي مسافره دي كانت تعتبر اول حاجه نزلت لينا، كان بس احنا كنا شغالين من قبلها بنحضر حاجات طبعا كذا سنه قبلها، بس دي كانت تعتبر الحاجه الكوميرشال اللي هي نزلت للناس وشافتها. طبعا احنا اول ما نزلنا كان بالنسبه للناس يعني كان في صدمه كبيره في السوق المصري، ان هو ايه ده، ايه نوع المزيكا دي، ازاي بيقولوا كلام عادي كده اللي هو احنا بنقوله ما بيننا وبين بعض. احنا كنا لسه صغيرين مش فاهمين هو احنا بنعمل حاجه غلط ولا احنا ماشيين صح. تمام، طبعا باللي شايفينه باللي بيحصل دوت احنا حاسين ان احنا كنا سبب ان احنا برضو فتحنا السوق ده شويه من زمان يعني. وعن تأثير الفن على المجتمع وتكوينه تقول لنا مي عامر الباحثة في علم الأنثروبولوجي رؤيتها. الفن هو اللي بيأثر في المجتمع ولا الفن بياخد من المجتمع؟ إجابتي على السؤال ده دايما إنها دايرة، الفن بيأثر في المجتمع والفن بيجيب أدواته وقصصه وقضاياه اللي بيطلعها من المجتمع. خلينا قدام تجربة فنية شوية مكتملة، أنت بتحب تسمع المزيكا دي حتى لو مش فاهم الكلام وحتى لو الكلام جري منك ومش عارف معناه، بس انت حاسس ان المنتج ده بيعبر عنك بإيقاعه وبحسيته. تصوراتنا حوالين ان المجتمع هو حاجة واحدة عنده ذوق عام او عنده حاجة واضحة كده لازم تنمو مع بعضها او تقل مع بعضها، مسألة شوية
صعب منطقيتها، يعني صعب انها ان احنا نتصور. كبار الناس اللي موجودين في الراب منهم وجز وبابلو وشاهين، هم ناس طلعوا من مناطق مختلفة، مناطق منها شعبية ومنها وسطى، وبالتالي حضروا التجربة الفنية دي بالطريقة اللي معجونة بقضاياهم ومشاكلهم ووجودهم كشباب. شاهين واحد من رواد الراب، بدأ مسيرته عام 2006 بعد انضمامه لفرقة واي كرو والمشهورة آنذاك. غاب لسنوات ثم عاد إلى المشهد بقوة. تفضل. ابتديت أسمع راب الأمريكاني، سمعت بيجي طبعا، توباك ووتانج ونوتي باي نيتشر، وبعدين سمعت واي كرو. في 2008 كان عندنا حفلة، كنا احنا الواي كرو فاميلي، بقى بقيت انا عضو من اعضاء الفاميلي الواي فام او الواي فاميلي 2008، وكنا احنا من المحظوظين اللي يعني نزلنا حفله من الحفلات بتاعت مهرجان الصيف في مكتبه اسكندريه، واول مره اقف على المسرح اراب. بعدين لما لقيت المزيكا حسيت بنفسي اكتر، بقى حسيت انه لا 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 ده اللي انا عايز اعمله بجد. ابرز ما يميز مطربي الراب هو اعتمادهم على امكانيات بسيطه، لذا فالطموح لدى الجميع كبير. كيف تنجح بفكرة مدهشة أو تصور موسيقي جديد؟ والأهم أنه لن يعاقبك أحد، فالكل يجرب. ما كانش عندنا معلم ساوند كلاود، اليوتيوب ما كانش اليوتيوب بتاع دلوقتي، ما كانش فيه لايسنسنج وديجيتال ديستريبيوشن واليوتيوب يجيب فلوس ومش عارف. احنا عايشين في مصر، يعني احنا في حته احنا بعيد قوي عن الكلام ده وقتها. يعني لو ده كان بيحصل في دول تانية في العالم احنا ما عندناش، ما فيش اي انكم، ما فيش ديجيتال انكم بيجي من على النت خالص. فكان انت الموضوع كله مجهود ذاتي، يعني كان ايام 6600 والبلوتوث، الاغاني كانت بتنتشر بالطريقه دي. بعدين بقى في الفلاشات، الفلاش درايف والام بي 3 ده كنت بغني في الوقت ده، يعني كنت بعمل راب في الوقت ده، فما كانش فيه اي عوامل مساعده تديك امل وتخليك تستمر في صراعات مع اهلي علشان خاطر انا عايز اعمل مزيكا وعايز اعمل سنوات. يعني هم دي بليفد ان مي وكل حاجه، بس اللي هو طب الدراسه، يعني برضو المزيكا مش مضمونه خالص باي شكل من الاشكال في الوقت ده، فمش عايزين يرسكوا. في تروح تصور اي حاجه، بتقعد في كرفان، بتتعامل معامله يعني الناس بتتعامل معاك كان انت نجم. المخرجين بقى كلهم عايزين يشتغلوا معانا، احنا بنعمل اعلانات، بنطلب في تترات المسلسلات واغاني الافلام والمش عارف ايه وبتاع، فاللي هو كل ده زمان كان نكته. اسكندريه كانت ولعانا رايب برضو. بالموسيقى والغناء وكلمات بسيطة استطاعت روان التواجد في مشهد الراب. ترامي أوديفول، أحب أشارك بصناعات الأوديفول، سألتني في سبيتفول طير انت احنا بنجيبها وهي طير، عشان من القلب مش بنرسم، احنا بنكريت انت بتقص وتلسم. تبقى حاسة ان انا همسك الجيتار وهلعب على طول، وهي حاجه شبه كده حصلت عامه. يعني انا مسكت جيتار وبدات العب على طول، علمت نفسي. بعدها بشهور كنت بلعب مع ماسكاره، هم فرقه بنات بيلعبوا ميتال، وتعلمت كتير. هي دي كانت بدايه حياتي كسيريوس ميوزيشن. هو انا شايفه ان صعبه اصلا، يعني مزيكتنا يبقى فيها ممكن، بس صعب يبقى فيها كل الاشخاص دي بتلعب معاك على الستيج. ما اعتقدش ان هو فيه كل الاحتياج. تاني الراب مزيكا، نوع من المزيكا بيفوكس على الريتم
والنغمه اللي في الكلام نفسه. فاحنا اصلا بناء على نوع المزيكا ده احنا اصلا بنستغنى عن الات كتير واصوات كتير علشان ما بقاش الفوكس عليها، بقى الفوكس على النغمه اللي هي كانت بتعملها، بقى بيعملها الرابر بصوته وبتقسيم الكلمات او باختياره للكلمات. فهو اصلا اللعب هناك عدد الناس اللي واقفين على الستيج مع ورقه ام كلثوم بيعملوا لها المزيكا بتاعتها، اكيد هم اكتر عددا من كميه الناس اللي واقفه ورا محمد منير مثلا. اكيد في نقابات موسيقى في كل دول العالم، فاحنا لو عايزين نمسك زمام الامور خلي كل حاجه بشكل قانوني ومتوافق مع اللوائح بتاعتنا وكده، طيب تعالى نشوف نقابات الموسيقى في كل الدول اللي في العالم بتشتغل بانه طريقه وبانه نظام وانه سيستم، ونشوف انه انجح نظام يتناسب معنا ويتوافق معنا ونبتدي نعدل فيه ونقيفه. لكن ان احنا نشتغل من دماغنا كده يعني قرارات كلها نابعه من العاطفه او من الراي الشخصي ده مش صح. عوامل عدة ساهمت في انتشار مطربي الراب، وبعد فترة وجيزة صاروا من أصحاب السطوة. دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة يحلل الظاهرة ويقف على بعض النقاط المؤثرة في صناعة جماهيرية مطربي الراب. ظهور هذه الطيارات الموسيقية بعد ربيع العربي، لأن ربيع العربي كان أصلاً صوت شبابية، فطبعاً كان عايزين موسيقتهم لأنهم شايفين الموسيقى الموجودة بتاعة أجيال تانية، فهم عايزين موسيقتهم، وهم وبردك بتعبر عن التمرد الرفض الاوضاع. بيلي اصلا ورا الستار مش كمار يا اسطى، صعبك اركب الكمار وحتى يركب نفسه مش مستاهل، كان هو اصلا لسه حافظ نفسه مش موجوده يعني من الاخر مكتسح، هتحس ان هي متبنجه ومش موجودة. انا حبيت الراب وان انا اسمعه لانه كان قريب للشارع واللغه بتاعتنا ونفس الطريقه اللي بنتكلم بيها بقت الثقافه بتاعت جيلنا دلوقتي. ممكن تسمع كلام زي ما بابلو عمل اغنيه مثلا بدايتها اسمها عايز فين، لو احنا ممكن نقولها لبعض اصلا في الشارع برضو. الراب صار له مريدوه، يحفظون مفرداته، يدافعون عن نجومه، بل ويسعون للدخول في التجربة كما حدثنا للجو. الفيتس بتيجي من واحد قوي يشوف رابر تاني بيكلمه ويدخله الاتنين في بعض، ده مثلا بيعمل شعبي ده بيعمل تراب، فيعمل تراب شعبي مثلا ويعملوا بقى اي حاجه جديده هم سوا. معنى البيف بيبدا ما بين رابر ورابر تاني، ممكن كانوا بيعملوا فيتس وبعدين ده فركش مع ده اتعصب منه في حاجه، ده ما عملش معاه شغل، ده كان ليه تراك ما نزلهوش، حاجات كده يعني. ديس معناه disrespect او عدم احترام الاخر، هو ان انت بتشتمه، بس احنا ما بنحبش الشتايم لان دي التعبير الحر بره في الميدل ايست مش هينفع، ولكن يعني ينفع يتعمل او تحط تيت على الكلام. الديسريسبكت بيبقى بسبب ان انت بتشتم حد لان هو لو شتمك او انه عمل لك نكشك بكلمه. شوف اي ظاهره موسيقيه بتطلع ليها اسباب بتجذب الجمهور، لان اي حاجه انت عايز تبيعها، انا لو هعمل حاجه وما بتشتريهاش هتنتهي وهتموت. الشباب عايز يسمع نفسه، يسمع اللغه بتاعته، موسيقيين اللي تعودوا على نوع معين وعنده باند وبيدفع فلوس قد كده يغير انك انت بتعمل موسيقى واغاني ناجحه جدا وبتجيب فلوس وما عندكش باند ولا عندك فرقه ولا عندك حاجه، وده يمكن اللي خلى حتى نقابه الموسيقيين تعمل مشاكل مع المغنيين الراب. في رحلة البحث عن الصفة الرسمية مناوشات وخلافات وتصريحات لاذعة متبادلة بين نقابة الموسيقيين وعلى رأسها مصطفى كامل من ناحية ومطربي الراب وجمهورهم من ناحية أخرى، اجتماعات وصخب، جدل بين موافق ومتمرد، انتهت إلى إلزام النقابة للرابرز بضرورة وجود فرقة موسيقية مكونة من 12 عازفاً. الشرقية ان احنا قلنا 12، ولكن في النهاية قلت حضرتك التراك اللي بتغني عليه موجود فيه عازف درامز، موجود فيه كيبورد، موجود فيه كوردات. لعل أبرزها كان إلقاء مروان بابلو المايك على المسرح. حاولنا التواصل مع نقيب الموسيقيين لكنه رفض التعليق ووكل سكرتير النقابة بالرد. بعد الكورونا في ناس كتير جدا قعدت في بيتها ما بقتش تشتغل، فإحنا دورنا إن إحنا نحاول، أنا مش هفرض عليك موسيقي، أنا أيا كانت قوتي أنا مش هفرض عليك موسيقي، بس بنحاول إن إحنا نوفر مناخ عمل لإخواتنا الموسيقيين، فده من أهم أولويات النقابة،
والحمد لله يعني بنسبة كبيرة ده بدأ يحصل. يعني كان اعتراضنا ايه في الاول خالص على بتوع المهرجانات والراب والكلام ده؟ الكلمة ما تجيش تقول لي الفاظ تدخل بيتي وبنتي تسمعها وابني يسمعها. ده الموضوع، ما احنا ما عندناش اي مشكلة مع اي حد، مش منع. احنا احتوينا الناس دي، احتويناهم وقلنا لهم 1 2 3 4 حتى تستقيم الامور. من بعد مثلا 2017 2018 الراب بقى هو المينستريم، لقى رواج كبير جدا. وانت لو عايز تدور على ده دايما بص على الاعلانات. لما الاعلانات بتركز على حاجه معينه هي بتبقى عارفه ان الحاجه دي هي اللي هتبيع المنتج بتاعي او هتبيع الفكره بتاعتي، فعشان كده تعرف ان التوجه رايح هنا. ففي مثلا فتره سنتين ثلاثه اللي فاتوا انت كل الاعلانات راب ومهرجانات كلها علشان بقى هو ده المينستريم. فهو المشهد اختلف جدا بين زمان ودلوقتي، غير بقى ان كمان المعارك الكلامية اللي بتحصل بين الشباب وده ابي ومش عارف بينكش مين والحاجات دي، فهو ده برضو اثرى المشهد بتاع الراب اللي موجود في مصر. احنا في ازدهار في المزيكا دلوقتي الحمد لله رب العالمين، والهيب هوب والراب والتراب سين وكل كل مشتقاته، احنا في حتة حلوة جدا في مصر دلوقتي الحمد لله، واصلين لحتة كويسة جدا. ناس كتير جدا متضايقة مننا، وتشز دي حاجه حلوه برضو. الرابرز كلهم دلوقتي، كل الناس اللي في الصوره واللي مش في الصوره، يمكن 90-95% منهم ناس جامده وبيطلعوا اغاني جامده وميوزك فيديوز جامده وناس فاهمه. في عدد من المستمعين لا باس به خالص، جامد قوي. احنا بقينا في المينستريم يا معلم، حاجه ما كنتش انا احلم بيها زمان او ما كنتش اصدقها. طبعا حاجه بسطاني. يعني انا لما اشوف ويجز بيغني في كاس العالم اللي هو ياس ميدت اخيرا يا جدعان، الحمد لله رب العالمين، يعني اخيرا حد مننا وصل، يعني حد مننا عمل. ايوه هو ده المطلوب. بس نجاح الراب بيخلي من الصعب انك تتخلص منه، هي ظاهره هتستمر وهتفضل تجدد، مش هتنتهي هذه الظاهره، لان الظاهره دي قويه وليها جذور اجتماعيه. الان ما تبقاش تقول ايه انا منعزل وهقفل على نفسي وامنع، ده مش هيحصل. انك تمنع، فكره المنع دي اعتقد انها دي كانت في الخمسينات والستينات في العصر الحديث، يعني بتحارب قربة مقطوعة. حملت موسيقى الراب في مصر لغة قطاع واسع من الشباب ورغبتهم في إثبات الذات، وربما جزءاً أساسياً من روحهم وشخصياتهم الجريئة، وذلك بفضل تربعهم على قمة المنصات الموسيقية من حيث الاستماع.